بكم في جولة جديدة من برنامج سينما القاهرة. يعني لما واحدة بتكون مثل هذه الفتاة أو سيدة وما تزوجتش. حافظ إبراهيم كان نموذجا للإنسان المصري الممتلئ حياة وعطاء وخصوصا. أهلا بعفيفير الحليم. إيه ده يا بق؟ وليه عمل كده؟ مؤدب. مؤدب. أصبح التلفزيون نافذة لالتقاء الثقافات والأفكار. القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم. نستوقفك لحظة ونسألك سؤال محدد على فين؟ هيا بنا نحلق في أماني وأغاني، فنجد هنا طائرة آكل النحل. الموضة اليومين دول هي القمر والطلوع للقمر. اهلا بحضراتكم من جديد. 63 سنة لافتتاح مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، هذه القلعة الخاصة بالإعلام المصري اللي منه يعني كان ريادة للإعلام المصري والعربي، والحقيقة انه يعني هي كانت وما زالت شاهدة على يعني منبر للثقافة والفنون من المحيط للخليج. رسائل عدة، رسائل إعلامية جادة وهادفة صنعت قيم ومبادئ هذا المجتمع المصري وأيضا المجتمع العربي. من حظنا أنه كان عندنا جيل من العمالقة ورواد للعمل الإعلامي اللي قدموا لنا إعلام مهني متميز وحقيقة مختلف بشكل كبير جدا عن أي جيل تاني، وساعدوا بشكل كبير في تكوين وتشكيل ثقافة الناس وتنمية وعي الناس. لو نرجع بالتاريخ ليوم الخميس 21 يوليو 1960 وعقب تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي شيخ المقرئين المصريين لآيات من القرآن الكريم، كان إعلان الإذاعي الكبير صلاح زكي أول مذيع تلفزيوني بدء بث التلفزيون المصري، وقال نصا: اليوم أعلن مولد التلفزيون العربي من القاهرة. بهذه الكلمات انطلق بث ماسبيرو، وكان يعني حقيقة منبر للتنوير والفكر والثقافة على مدار سنوات طويلة، يشكل وجدان الأمة بإبداعاتهم الكبيرة اللي تربى عليها أجيال عديدة، ومازال هذا المنبر حقيقة بكامل رونقه.